السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلاقات يا جماعة دي حاجة شائكة جدا، يعني في إنسان لما تقابله بتتصورش ان انت نهايتك هتبقى على ايده. يعني البنت اسمها سلمى لما قابلت اسلام في الكلية وهو كان زميل وتقرب ليها وكان بينهم علاقة ممكن تبقى عاطفية، وبيقول ان هو كان بيصرف عليها وكان بيجيب لها هدايا من لازورد دي يعني ذهب، وكان بيصرف عليها في عربيات اوبر توديها وكلام من ده، العملي بيدفع لها فلوس في مساعدها في العملي. طب كل ده كويس جدا وكان في بينكم علاقة عاطفية، صاد ان في بينكم علاقة عاطفية، انت كنت بتصرف، هي كانت بتفرض عليك؟ لا، انت من مزاجك وبارادتك انت اللي بتصرف. طيب هي كانت متقبلة ده على اساس ان انتوا في ارتباط بينكم هتتجوزوا مثلا في يوم من الايام، بس ايه اللي حصل؟ أصدقاء إسلام قالوا إن هو كانت علاقاته العاطفية كانت كبيرة وليه أصدقاء بنات كتير. البنت دي كانت خجولة وكانت ما تعرفش غير إسلام ومرتبطة بيه، فدت له فرصة قالت له تغير عشان نقدر نستمر، هو ما تغيرش. سألته في سنة رابعة، سنة رابعة دي كانت مع نفسها بتذاكر لنفسها وكل أمورها مع نفسها، هي اللي نجحت بامتياز وهو اللي بيقول أنا بساعدها وأنا وأنا وأنا، هو اللي سقط. يبقى مين اللي كان بيقف جنب مين ومين اللي بيساعد مين؟ هي تنجح بامتياز وهو اللي بيعيد السنة. بدأت تشوف بقى حياتها وتدريبها في جريدة إقليمية وبدأت تنزل مقالات ليها، هو شاف صورتها على جريدة إقليمية اسمها عيون الشرق والدنيا الشرقية اتجنن ازاي بقى هي تبدأ وهي تعيش وهو لسه طالب. بدأ يفكر وبدأ السموم تدخل دماغه، بعت لحاجة اسمها مستشار قانوني أونلاين رسالة كبيرة كده بيقول فيها قصته، إن أنا عرفت واحدة وأنا كنت بصرف عليها وبجيب لها أوبر وحكى لي الحكاية دي كلها، وعايز تقول لي إزاي أرفع عليها قضية واسترد 50,000 جنيه اللي أنا صرفت عليها. المستشار القانوني أونلاين ده رد عليه وقال له أنت ملكش صفة عشان ترفع عليها قضية، أنت حتى أصلا مش خاطبها رسمي عشان نقول إن هي هدايا وبنقدر نطلبها، فأنت دي أنت ملكش صفة عشان ترفع عليها القضية دي. اسلام حط في دماغه الفكره ان هو مش عارف ياخد فلوسه منها، وكمان ان هي نجحت وهو اللي سقط، وهي بقت الدنيا على الدفعه وهي اللي بقت ماليه عينين الناس وتقدير واحترام. يعمل ايه؟ راح منزل ستوري صوره ليها وهو شايل الوشم بدمه، يعني هو شايل الوشم المكتوب ده والدم مبين على دراعه، يعني هو كان ناوي خلاص بقى بيمحيها من عند حياته. بدا بالوشم اللي على دراعه ونزل صورة للستوري، وبدأ ينزل على الستوري تهديدات صريحة للبنت. بدأ يهدد البنت تهديد صريح ويقول لها أنا مش هسيب حقي ولا ليه عندك حق ما خدتوش. البنت ما حطتش في دماغها حاجة غلط إن هو ممكن يعمل فيها حاجة، ما تخيلتش، لغاية لما حصلت الجريمة بتاع محمد عادل ونيرة، والولد وجد التعاطف من الناس مع محمد عادل والملايين بتتجمع عشان الناس تسكت اهل نيره، والموضوع كله بقى ايه الناس ايه تعاطفت والناس مايله، لا ده الواد اتبرجل، لا ده انا كنت صح بقى، يبقى ده ليا حق انتقم بلا زي محمد عادل اهو. كبر الفكره في دماغه وبدا ينزل ستوري، ودي حاجه يا جماعه لازم نقول ان الستوري دوت كان فيه تهديد صريح، من بحث الانترنت ازاي ما خدتش بالها من حاجه زي كده، يعني عايزين الناس تصحصح شويه، ده تهديد صريح. واحد بيقول لك بعرش الرحمن هزلزله وهوري الناس اللي محدش شافه، وحق ده تهديد صريح، مفيش حد اتحرك في حاجه زي كده. كان المفروض الناس يعني اي حاجه تلحق البنت دي حتى تزيرها، مفيش اي حاجه بتحصل كده، ويعرف مكانها ويروح يستناها ويقتلها، وكمان ينزل تاني على الستوري بعد ما قتلها ونام على الارض ب 15 طعنه من قدام واتنين من ورا ومذبوحه، ينزل لها صورة وينزلها على الستوري في ثانيتها ويقول انا كنت عايز اعمل بس مباشر ليه وانا بقتلها. ده ايه ده الجنان ده؟ احنا وصلنا للدرجة دي؟ وفي النيابة يقول لهم انا ليه حق عندي، ليه حق وما خدتوش، ومحمد عادل ليه حق وما خدهوش، واحنا اللي بنعمله ده صح، انت مالك محمد عادل؟ واحنا كل واحد وهي يقعد يقول لك ده فلانة خدت مني واستغلتني اروح اذبحها، احنا كده هنبقى كلنا منتشرين في البلد كده، كل واحد زعلان من واحد يروح يجيب سكينه ويقتله؟ ده اللي هيحصل يعني، ولا هو ده الغرض؟ ويتقال ان مصر ما فيهاش امن وامان،
وإن مصر مش عارفين يسيطروا على الأمن فيها، هو ده المطلوب يعني؟ هل في خلايا بتشجع الحكاية ديت؟ الخلايا اللي بتكبر وبتنفخ في موضوع محمد عادل وخلته بطل. الولد بصت محمد عادل إن هو بقى أيقونة، إن إزاي بيعرف يرجع حقه، بقى أيقونة للشباب، خلته بطل لما خلته المجانين تقلده. هل ده مخطط لضرب الأمن بتاع مصر؟ عدم الاستقرار، ان كل بنت تخاف على نفسها، كل اسره تتلم بنتها. في حاجه عايز اقولها بقى، البنات يا جماعه اللي بتخلي حد يصرف عليها في الكليه، ما بكلمش على حد معين، بس خلي بالكم بقى ان الشاب اللي بيديكي ازازه بيبسي دي ولا الكنز ولا حاجه بيعتبره دين عليكي، لازم ترديه، دين عليكي لازم ترديه باي شكل من الاشكال بقى. فانت ما تقبليش حاجه من حد من الأول كده داخلة كلية، محدش يصرف عليك ولا حد يكسر عينك. سلام. وفي الختام بفكركم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على العام أو الكل، وعشان نتقابل الفيديو القادم إن شاء الله. سلام.